واجه التجمع اليمني للإصلاح الانقلاب الحوثي. كانت شوارع الحديدة لا تهدأ من جماهيره وقوى انتهامية أخرى. اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية العديد من كوادره القيادية والشابة، فزادت الإصلاح إصرارا على الرفض وتطلعا للدولة المدنية التي كان ينشدها. التضحيات التي قدمها الإصلاح خاصة في محافظة الحديدة قرابة 430 شهيدا من أعضائه وكوادره ورجالاته، وقرابة 600 من الجرحى منهم 30 معاقا إعاقة متوسطة وإعاقة دائمة، ورجالات الإصلاح يقبعون في سجون الميليشيات الإجرامية. فمن الحديدة ما تقريبا 650 معتقلا. أوغلت الميليشيات في القمع، فكانت دماء الشهيد جمال عياني أول شهيد في التجمع اليمني للإصلاح بالحديدة التي أطلقت دماءه شرارة المواجهة مع الإنقلابيين. صعدت الميليشيات من قمعها، اختطفت المئات من أعضاء وقيادات الإصلاح في الحديدة، حاصرت منازل آخرين، اقتحمتها، شردت الآلاف ممن واجهوها في مختلف جبهات الدفاع عن اليمن، قتلت تحت التعذيب عددا من نشطاء الإصلاح وقياداته الشابة. ارتقى سليمان البرعي شهيدا تحت التعذيب بعد أن تعب القتل من تعذيبه. أما أبو زيد القيادي في الإصلاح عذب حتى الموت، توفي ساجدا لله في سجنه رافضا الخضوع للميليشيات. تلاه محمد الحشيبري وآخرين شموسا تعانق شموسا ولا تغيب عن الدفاع عن الوطن. فالإصلاح أول من وقف أمام تمدد الحوثي ومحاولته السيطرة على المحافظات، وقام بأدوار كثيرة في مواجهته سواء في الجبهات والمعارك. التحق الآلاف من أنصاره في جبهات الدفاع عن الجمهورية رفضا للمشروع الإيراني وأجندته الحوثية، بذلوا دماءهم رخيصة لأجل الثورة والجمهورية والهوية. دونه شباب الإصلاح في الحديدة بدمائهم الطاهرة وعلى امتداد خارطة الوطن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.